السلام عليكم السلام ورحمة عليكم اخوان، فيديو جديد. كيف ما تشوفوا الطوير هما ما بقيناش قاع تنديرو مع الليكا، صافي راه ولف، ما بقى لا يعض لا حتى حاجه. هاي دابا 4 ايام، اليوم الرابع. كيف ما تشوفوا الامور غدا مزيانه. دابا شنو اللي باقي في هاد 3 ايام اللي جايه؟ خاصو هو يبغي يجي عندنا. صافي دابا الحل، دابا راه مولف علينا، ولكن خصو يولي يجي عندنا. طلعنا شوفوا ولدي تاور تيعطي يدو تيطلع، مبقاش عندنا مشكل. راه تلاح في القفص ديالو، شاف القفز بغا يدخل ليه. خايف منا، مبغاش يجي عندنا. خايف منا من وعر، غنحيدو ليها القفز من حداه. ورا ماشي ما تيعضش، راه باقي تيعض، غير مرة عضات خفاف بحال، غير تيتأكد من اليد وصافي، واش تأدي ولا شي حاجة. ولكن راه باش غتحول واحد شرس لواحد الدرجة ما تصورش، قبيح الأليف، راه ما ساهلاش وكبير ماشي صغير، راه عندو تقريبا واحد 4 سنين ولا هذا كار كبير. كيما تتشوفو الكولي ديالو راه ناصح وواضح، على رضا. اتونسيون السلام عليكم. المهم الاخوان، دابا راه حنا تنروضوا فيه باش يولي اليف مزيان، هذيك الساعه غنولوا نعلموه شي كلمات تا هو بحالو بحال الفريخات الاخرين، داكشي تيتمجي غير بشويه. يلا اللي عنده شي سؤال مرحبا، خلي في الكومنتار التعليقات، حطوا لايك واشتراك.